السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يشرفني اليوم ألتقي مع أبناء الطلاب وبنات الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية، وأتشرف أن أمثل مؤسسة الملك عبد العزيز ورجال الموهبة الإبداع لأمثل هذا وأعرض هذه المحاضرة. وأتوقع أنها ليست محاضرة غريبة على أبنائنا المتربين في هذا الوطن، المملكة العربية السعودية، المبنية شرعا ونظاما وقانونا على الأخلاق في كل نواحي الحياة، الأخلاق في الحياة، الأخلاق في التربية، الأخلاق في الدين، الأخلاق في البحث العلمي. فأعتقد ما سأقوله اليوم بإذن الله هو جزء لا يتجزأ من حياتكم اليومية، ولكن يعاد صياغته بمنظور البحث العلمي. ومتأكدة جدا أن جميع أبنائنا يتمتعون بأخلاقيات البحث العلمي. نبدأ على بركة الله، وزي ما تفضلت الأستاذة نوف، أي سؤال يا أحبتي تقدرون ترسلون للأستاذة نوف الآن أو بعد المحاضرة، وأنا بإذن الله وبمشيئته أجاوب لكم عليه. أخلاقيات البحث العلمي هي جزء لا يتجزأ من البحث العلمي، لا يمكن أن نعد البحث العلمي إلا ونحن نتمتع جميعا بممارسة الأخلاقيات. أخلاقيات البحث العلمي ليست عمل يؤدى وليست يعني شيء عيني، ولكنه أخلاق نعتقد بها ونؤمن بها وهي موجودة معنا فطريا بإذن الله. الموهبة تعنى بالأخلاقيات البحث العلمي، وخاصة لأبنائنا العلماء الصغار والباحثين والأجيال، ولأن ركيزة الأخلاق هي ركيزة للبحث العلمي. لماذا؟ لأن البحث العلمي لا يصح ما يصح إلا ما هو، لا يقوم الواجب إلا إذا كان قائم على واجب. فكانت من أهم أهداف موهبة أن تجعل البحث العلمي كله ذو أخلاق ونزاهة وجودة عالية لتنتج مخرجات الأبحاث حسب الأخلاق العالمية والأخلاق الدينية والأخلاق التي ترتبط بسمعة المملكة. أخلاقيات البحث العلمي ما هي؟ زي ما قلت لكم، لا ليست يعني سلوكيات أو أعمال، وإنما هي فطرة وعقيدة يلتزم بها الإنسان، كما يلتزم بالإيمان بالله، كما يلتزم بقول الصدق، كما يلتزم بالأمانة، هي نفسها بالضبط، ولكن سننظر لها من منظور علمي. فلدينا في منظور البحث العلمي أخلاقيات معينة لها تسمياتها، وهي موافقة لتسميات الحياة اليومية، أخلاقيات الحياة اليومية في التعامل مع أنفسنا ومع الآخرين. هذه السياسات والأخلاقيات البحث العلمي ستجدونها معرفة لديكم بإذن الله، تشمل المسؤولية المجتمعية. يعني إيش المسؤولية المجتمعية؟ أن تكون البحث العلمي الذي أعمل به ليس لمصلحتي الشخصية، وإنما هو يخدم المجتمع، وأول المجتمع عائلتي وأهلي ووطني ثم العالم. فلا أعمل بحث يضر بأي من هؤلاء اللي أنا موجودة في وسطهم. الحرص على الكائنات الحية، في أبحاث، يوجد أبحاث قائمة على الفضاء، أبحاث قائمة على الجمادات، أبحاث قائمة على البيئة، أبحاث قائمة على المخلوقات الحية بطوائفها الخمس، أعلاها الإنسان، ثم تليها الفقاريات، الزواحف، الأسماك، الطيور، حتى البكتيريا والحيوانات، وحتى الكائنات المعدية لازم لها أخلاقيات نمتثل فيها ونحرص على الحفاظ عليها بحسب قوانين الحفاظ على الكائنات الحية. نجي للإنسان، الإنسان أيضا له حماية مرتبطة فيه تختص بأفكاره، تختص بخصوصياته، تختص بأشياء الخاصة فيه كإنسان. يمكن الحيوان والكائنات الأخرى يعني أخلاقياتها ترتبط بالرحمة، ترتبط بعدم انقراض النوع، ترتبط بعمل إزعاجها، بعدم إيلامها. كل هذا يرتبط أيضا بالإنسان، ويضاف عليه احترام خصوصية الإنسان واحترام فكر الإنسان وأسرار الإنسان.
أيضا احترام حقوق الملكية الفكرية. إحنا كلنا نملك سيارات، نملك بيوت، نملك قلم، نملك جهاز. أيضا الفكر، فكرنا يعتبر ملك لنا، لا يجوز أن يعني تكون تتولد لدي فكرة أو أبدع في فكرة وأن أعمل على فكرة وأعطيها صديقي عنوة أو قصدا أو عمدا وأقول له خذها لك باسمك، لا يجوز، حتى لو كنت أنا موافقة، لأنها ليست ملك له ولم تخرج من ملكه. فهذه الملكية الفكرية، حتى الفكر يعتبر ملك. الصدق والأمانة، جميع ما أقوم فيه من أعمالي البحثية يجب أن يتسم بالصدق والأمانة، سواء في عمل التجارب أو في جمع البيانات أو في الكتابة أو في النشر، لكون بعيدا كل البعد عن ما يعارض الصدق والأمانة. النزاهة هو التنزه طبعا عن كل الممارسات التي تخل بالأخلاق، كل يترفع الإنسان عنها، حتى لو أهديت له إهداء يترفع الإنسان عنها. الحرص والحذر، طبعا إحنا مش في يعني مكان يجب أن البحث العلمي ليس مكان لي يعني الشرور، بالعكس هو مكان لكل الخير بإذن الله، ولكن يجب الحرص على ممارسة جميع الأعمال الحسنة والمنهجية العلمية، والحذر من كل الأخطاء سواء البحثية أو في المنهجية البحثية أو أخلاقيات البحث العلمي. إذن أنا في البحث العلمي عندي ثلاث مسالك أو ثلاث مفاهيم يجب أن أتقيد بها: أهدافي البحثية ويجب أن أحققها، لكن لا يجب أن أحققها بمنهجية خاطئة. إذن الأول البحث، التحقيق البحث العلمي، ثانيا اتباع المنهجية الصحيحة، ثالثا الحذر من الوقوع في الأخطاء سواء في الأهداف أو في المنهجية أو في أخلاقيات البحث العلمي. حماية السرية، السرية طبعا تتعلق بالمخلوقات اللي أشتغل عليها خاصة الإنسان، وتتعلق بالبيانات اللي أخذتها من الإنسان أو أخذتها من مؤسسات، وأيضا حماية سرية بياناتي أنا، أو لو حصلت على بيانات الآخرين أحفظها. كل البحث يعتبر سري حتى يخرج للنشر. احترام الزملاء سواء اللي أنا أتعامل معهم أو اللي هم يتعاملون علي معي، أو المشرفين اللي معي، أو الإداريين أو الفنيين، أياً ما هم، طبعاً يجب أن يكون الاحترام متبادل مهما كانت الظروف. العمل بروح الفريق، إحنا طبعاً لا يمكن أن نستغني عن بعض، ولا يمكن في الحياة أن يجري أبداً أبداً أبداً، لا يمكن أن يتم البحث العلمي من شخص واحد مهما قال ومهما قال. ممكن تكون الفكرة فكرتي، تكون الكتابة كتابتي، لكن لا يمكن أن أجزها لوحدي، لابد يكون معي مشرف، لابد يكون معي أحد استشارته، لابد يكون معي ناس أخذت آرائهم. فالعمل بروح الفريق والتعاون سمة من سمات البحث العلمي. طبعا ينقسم العمل في الأبحاث إلى أشياء فردية وإلى أشياء جماعية، فنحترم ذاتنا ونحترم المجموعة التي نعمل معها. ما هي المصداقية أو الأونستي أو الأمانة العلمية؟ مصداقية البحث العلمي زي ما قلت لكم من قبل شوي، أنه أحقق أهداف البحث العلمي بمنهجية معينة، بالضبط مثل إحنا نعبد الله سبحانه وتعالى بالمنهجية اللي أمرنا فيها الرسول. الصلاة لا يمكن أصلي 5 ركعات العصر، لا بقول بعبد الله، لا يمكن أني يعني أشتغل البحث إلا بالطريقة المنهجية المعروفة، لو زودت أو نقصت تكون منهجية غير علمية تؤثر على عملي. إذن أتبع المنهجية العلمية لتحقيق أهداف البحث اللي أنا اشتغلته، وأيضا أستخدم الأساليب العلمية الصحيحة. لماذا؟ لتكون النتائج متحققة ومراجعة بطريقة مصدقة. مثال أقول على هذا الكلام، إذا كان عندي بحث يجرى على الإنسان لاختبار عقار معين أو عشبة معينة أو شيء، أجيب إنسان واحد وأجري عليه التجربة وتنجح معه وراح عن المرض وكل شيء، وأنشر البحث وأقول أنا استخدمت إنسان واحد، هذا ليس مصداقية.
لأن المنهج العلمي للبحث العلمي لا يكتفي برقم واحد فقط، يجب أن تكون التجربة مكررة، وفي كل نوع من التجارب لا يجب أن في نوع من التجارب 3 مرات، في نوع من التجارب 10 مرات، في نوع 15، في نوع أعيدها بعدين. مصداقية البحث هي أن تؤدى بالمنهجية العلمية المعروفة، وعشان تكون النتائج موثقة. إذا كان واحد فقط لا يقبل بأي شكل من الأشكال. المبادئ الأساسية عشان أتمتع بمصداقية البحث ولما أنشر بحثي يكون قائم على مصداقية صحيحية. أولاً ضمان جودة البحث. طبعاً كيف يعني أن تصميم البحث لا يكون البحث مصدق وصحيح وحقيقي إلا إذا اتبعنا هذه الإجراءات اللي بنقول عليها. ضمان جودة البحث، جودة البحث لا تقوم على شخص واحد أو على أجرب شخص واحد أو على أجرب على مثلا معدن واحد بقول المعادن تؤدي كذا وكذا أو توصل بالطريقة الفلانية، لازم أكرر التجربة. فجودة البحث فلابد أن يتم في شيء اسمه الطرق ومناهج البحث أو materials and method. الماتيريالز اند ميثود او الديزاين فور ريسيرش يجب ان يكون وفق التصميم والمنهجيه والتحليل واستخدام الموارد الصحيحه من اجهزه او من تحاليل معينه التي تضمن تنفيذ هذا التصميم. الامانه، الامانه يجب ايضا ان تشمل يعني مش بس التجربة، أدي التجربة بأي طريقة. يعني إذا كان عندي جهاز أشتغل عليه وقال لي مثلا لازم أشتغل الجهاز تسخين 10 دقائق قبل، ترى إذا شغلت على طول وبديت أشتغل ما يعطيني نتائج زي لما أسخنه 10 دقائق، ما يقول لي سخني هذا أو عرضي هذا الضغط أو عرضي الحرارة أو عرضي، وقول بس أو سكيب أو باب يعني هذه التجربة مو لازم بسوي اللي بعدها. هذه لازم الأمانة، الأمانة تقتضي أن أعمل التجارب أو التصاميم والتحاليل حسب ما وردت بطريقة شفافة وعادلة وبدون تزييف وغير متحيزة. كيف غير متحيزة؟ يمكن تطلع عندي أرقام عالية وأنا ما ودي تطلع، وعندي تطلع أرقام نازلة وأنا ما ودي تطلع، أقوم أحذف العالية. هذا طبعاً غير صحيح. الأمانة تقتضي أن أتعامل مع التصميم والتجربة والبيانات كما هي وأحللها بعدين بالطريقة العلمية الصحيحة. أيضاً أحترم الزملاء والمشاركين زي ما قلنا، سواء في البحث اللي معاي أو في ناس رايحة أسألهم في بحوث سيرفي أو مسح، أحترمهم وأحترم البيئة. كيف يعني أحترم البيئة؟ يعني إذا كان مثلاً في محميات معينة هناك ومنعتنا الدولة من أني أنا أخذ منها كائنات أو أعشاب أو شيء، خلاص أحترم هذا الشيء. كيف طيب أحصل؟ أحصل بإذن رسمي من هذه عن طريق موهبة، أقول ساعدوني في الرجوع لهذه المحمية، ساعدوني في الكذا، في مثلا حيوانات معينة مهددة بالانقراض ما أخذ منها. البيئة كيف يعني مثلا لو تطلع عندي تجارب وتطلع كثير من ثاني أكسيد الكربون، لا يجب أن تكون التجربة مثلا تعرض البيئة أو الناس اللي عايشين في البيئة هذه لخطر تلوث بالغاز أو تلوث بأي شيء. فأحترم الناس اللي موجودة، مش عشان أنا أسوي بحث أقوم أسوي اللي أبي بدون ما أضر الناس. الأصالة هي طبعاً أن تكون الفكرة غير مقلدة، غير مقلدة وغير مأخوذة من الغير. الأصالة هي الأصل، يعني أنا بحثي أصلي غير مقلد أو يكون موجود، لكن أنا أكمل زي ما نقول نبدأ من حيث انتهى الآخرون. يعني كانت السيارة مثلاً عبارة عن عربة يجرها حصان، بعدين تطورت وصار فيها وقود، أوكي كلها سيارات، لكن سنة عن سنة تتطور. ولذلك شركات السيارات وشركات الأجهزة، اسمعوني يا أحبتي، السيارة موجودة من قبل ما نولد كلنا من مئات السنين، لكن هل السيارة عام 85 هي السيارة عام 75؟ لا طبعاً، حدثت فيها أصالة، حدث فيها تغير. التغير اللي حدث تغير أصلي، السيارة قديمة لكن التغير أصلي. ولذلك جميع المصانع الأدوية والسيارات والأنوار والكهرباء والأثاث، في كل الشركات الناجحة والتجارية لديها مركز أبحاث وتطوير. يعني مثلا أبل
أو سامسونج، أول ما طلع الأبل نسخة وكل سنة يطلع نسخة جديدة، هذه النسخة الأصلية نسخة أصلية، والتغييرات أيضا حدثت فيها أصلية. فأنا أقصد من هذا الكلام أن فكرتي ممكن تكون أصيلة أو تكون فكرة موجودة وأنا أضفت عليها تغييرات جديدة، التغييرات هذه تكون من فكري أنا أصلية، فأضفت أصل على موجود ويكون فيها ابتكار وإبداع بحيث أنها تحسن من المنتج. يعني مثال ثاني، لو كان عندي أدوية، الأدوية هذه لو أخذت لي مثلاً لالتهابات المعدة، لكن الأدوية الموجودة مثلاً تسبب صداع، أنا ممكن أغير في تركيبة الدواء بحيث أنها ما يسبب صداع. واضح حبايبي؟ السمة الرابعة الخامسة أن جودة البحث، بحيث أني أنا أنشر بحث تكون نتائجه موثقة ومراجعة بدقة حسب الأنظمة اللي أستخدمها، أنظمة إحصائية أو أنظمة سيستم يعني إلكترونية أو سوفتوير أو برامج معينة أدخل فيها بياناتي، أو حتى يدوياً بس تكون صحيحة وقابلة للنشر. لما أجي أنشر، أنشر بطريقة في مجلات حقيقية ويساعدني عليها المشرف أو يساعدني عليها موهبة أو اللجنة العلمية، أنشر في أماكن أيضاً تتسم بالأصالة، ما أقول المجلة هذه تنشر بسرعة ويوافقون على طول، هذه في مجلات نسميها المجلات المفترسة اللي تاخذ بس اللي تنشر عشان السمعة وتاخذ فلوس، هذه ننأى عنها. فأيضا جودة النشر، ليش جودة النشر؟ علشان شغلي يكون له تأثير بعيد المدى، حتى بعدين الناس تستفيد من علمي ومن شغلي، وخيركم من تعلم العلم وعلم. إذا اقتبسوا الناس من شغلي يقدر نكمل من حيث انتهى الآخر. طيب، هذه كلها الصفات الحقيقية للباحث، وأعتقد أنكم كلكم بإذن الله متربين في هذه الدولة اللي يربي فيها الفرد والمجتمع والدولة كلها، الحمد لله متربين، ويعني نأمن على أنفسنا ونأمن على أخلاقنا، حتى لما نتعرض لسوء أخلاق تصير قصة عندنا، لكن الحمد لله رب العالمين المجتمع محافظ على الأخلاق، لكن أحياناً بقصد أو بغير قصد مننا أو من غيرنا نتعرض لسلوكيات خاطئة، زي ما نتعرض في السلوكيات الخاطئة في الحياة اليومية أيضا في البحث يتم التعرض لسلوكيات خاطئة، إما للجهل أو بدون قصد أو بقصد. ولكن أحبتي أحب أقول لكم إنه سواء بقصد أو بغير قصد لا يعذر البحث، حتى لو كان غير قصد لا يعذر البحث. ولذلك موهبة تهتم بنشر ثقافة أخلاقيات البحث العلمي لمنعكم حفظكم الله من الوقوع بسوء أخلاقيات البحث العلمي من غير قصد، لا يعذر سواء بقصد أو بغير قصد. طيب، أهم السلوكيات الخاطئة في البحث العلمي هي انتهاك القواعد اللي قلناها، الأمانة، النزاهة، عدم الاستخدام الصحيح للأجهزة، زي ما يقولون يعني لفق. فأهمها الغش. كيف الغش؟ يعني صديقي سوى بروبوزل أو صديقتي سوت مقترح بحثي، على فكرة احنا نقول مقترح، ايش الفرق بين المشروع البحثي والمقترح البحثي؟ المشروع انا اسفه المقترح والمشروع، المقترح هو اللي انا اعده كاقتراح مني بعد ما يصادق عليه يسمى مشروع بحثي، اذا بديت اشتغل فيه تمت المصادقه عليه وبديت اشتغل فيه اعتبره مشروع بحثي، بالانجليزي اسميه بروجكت وبالعربي مشروع. المقترح اللي انا اسويه قبل لا يصادق عليه يسمى بروبوزل. طيب، فرضا واحد سوى بروبوزل وجيت أنا وصديقي قال لي خذيه، خذ يسوي زيه بالضبط بس غيري شيء بسيط، سواء موافقته أو عدم موافقته يعتبر غش. طيب، نجي لكل واحدة منهم. التزوير، التلفيق أو التصنيع، الغش اللي هو شيء نقول لازم تعرفونها أحبتي سواء بالمصطلح العربي ولا بالإنجليزي، وإحنا حاطينها لكم في السلايد الشرايح الجاية. الغش اللي هو شيتينج، التزوير فابريكيشن، التلفيق الفالسيفيكيشن، التلفيق أو التصنيع فابريكيشن، الفبركة اللي هو حتى إحنا نقولها فبرك، هذا فيلم وفبرك يعني مجمع مو صحيح مش أصيل، أو يكون أصيل لكن
متغير عن المقطع الأصل حقه. في التخريب وفي السرقة العلمية، أعاذنا الله وإياكم من كل هذه التصرفات. نبدأ بالغش، وأحب الله يرضى عليكم تحفظونهم بالعربي والإنجليزي. شيتينج اللي هو الغش. الغش يستخدم بالضبط لا قدر الله زي الغش في الامتحانات والكلام، هذا هو استخدام مصادر للإجابة أو لكتابة المقترحات البحثية من مصادر غير مسموح فيها. طيب، يعني النسخ أثناء الكتابة، ممكن أخذ من النت مقترح وأحطه وأقول هذا حقي، هذا طبعاً مش بس غش، سرقة علمية. إذن هذا اللي يأخذ من غيره يعتبر غش وسرقة، غش وسرقة حتى لو رضى الطرف الآخر. ليش غش؟ لأنه استخدمت مصدر غير مصدري، المصدر حقي هو مخي أنا. ممكن طبعاً بتقولين أستخدم مراجع، نعم أستخدم مراجع وهناك طريقة لتوثيقها. إذا أنا ما أقدر أبني الفكرة الحالي، لازم مع غيري، لازم مع مراجع مختلفة، هذا كله مسموح فيه. لكن إذا استخدمت مصادر غير مسموح فيها، مثل واحد عالم، أخوي عالم، أخوي طبيب، الوالد طبيب، الوالدة طبيبة، ويكتبوا لي المقترح، هذا غش، ليس أنا صاحب الفكرة. يساعدوني، استشيرهم، يراجعوا لي، ما في مشكلة. طيب، استخدام مصادر غير علمية لكتابة الأوراق أو إعداد التقارير غير علمية، يعني كيف؟ يعني غش من جرائد، غش من تلفزيون، هذا أصلاً، هذا أي مصادر غير علمية وبتعرفونها إن شاء الله لاحقاً، لا يمكن الاستعانة فيها، أو من مواقع مثلاً، ممكن أخذ من منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسكو، أشوف ممكن أخذ، بس أوثق كل شيء من المصادر الصحيحة. الحصول دون إذن على اختبارات أو مواد بحثية تخص أحد يعني آخرين، يعني أنا وصديقي أو أنا وصديقتي قاعدين نجري نفس النتائج، لكن أنا لازم أحللها بطريقة مختلفة، وتحللها وتقسمها معي، هذا غلط وهذا يعتبر غش. المشاركة في أي سلوك محظور من قبل الباحث في المنهج العلمي، زي ما قلت لكم، ممكن أنا المفروض أستخدم هذا الجهاز، أستخدم جهاز آخر يعطي النتائج بطريقة سريعة أو بطريقة بدون ما أعرف التفاصيل، كلها يعتبر غش. لمزيد من المعلومات عندكم الرابط اللي تحت، حطيته لكم للتعرف على أمثلة للغش كثير. التزوير اللي هو نسميه الفالسيفيكيشن، فالسيفيكيشن أو اللي هو التزوير، التزوير غير الغش. التزوير هو التلاعب بالمواد والمعدات، الأدوات، المعدات، المعامل، تغيير، حذف البيانات أو النتائج بحيث لا يتم تمثيل البحث بدقة. زي ما قلت لكم، مثلا عندي خمس، طلعت خمس قياسات لمثلا أنا أبغى شيء خافض للسكر، وجربتهم على خمس أشخاص أو خمس حيوانات أعزكم الله تجريبية أو على أي أشياء، والله هذا الدواء خفض كل الناس ما عدا الخامس، الخامس طلع 200 والمفروض يطلع عندي 190-180، أقوم كذا من مزاجي أحدثه. لا، الحذف والإضافة ممكن طبعاً، في بيانات شاذة نحذفها، لكن بعد أن تعرض للتحاليل الإحصائية، في طريقة إحصائية منهجية هي اللي تحذف لي البيانات الشاذة. يعني كيف بيانات شاذة؟ بيانات نتجت طريقة الخطأ، مش على كيفي أنا أحذفها لأنها ما صادفت اللي أنا أبي. ويجب عدم التحيز، يعني في ناس كثير لما ما يطلع نتيجة سلبية تقول يو أنا زعلانة ما طلع اللي أنا متوقعته، مو شرط. أي نتيجة بحثية يا أعزائي، يا أولادي، يا بناتي، تطلعون فيها تعتبر نتيجة سلباً أو إيجاباً. أنت اشتغلت بالهدف وبالمنهجية العلمية، أي نتيجة تطلع تعتبر صحيحة، سواء سلبية أو إيجابية، أم لم يظهر نتيجة، أنت اشتغلت الشغل الصحيح. أنا حطيت المادة على هذه على هذه وما نتج الشيء اللي أنا أبيه، مو شرط، اشتغلت صح وفق الأهداف، وفق المنهجية الصحيحة، أي نتيجة تصبح نتيجة صحيحة. ممكن بعد كذا المشرف يغير الطريقة، وما يغير الطريقة يزود البحث، يغير في الطرق علشان أوصل للنتيجة اللي أبيها، لكن كلها يعتبر صحيح. طبعاً ممكن تأخذون على التزوير، طبعاً في صور أنه مثلاً نغير درجة الحرارة مثلاً عشان التفاعل يبطئ أكثر، أرفع درجة الحرارة التفاعل يزيد فيخلص بسرعة. أنا ودي أقول أن نتائج مثلاً تفاعل هذا
بسرعة يخلص في 5 دقائق، لكن كان أول يخلص في 10، فأزود درجة الحرارة أو أزود مسرعات أو الكاتاليست أو المحفزات، كلها تعتبر عمليات تزوير. أمثلة على التزوير العلمي زي ما قلنا استبعاد القيم الشاذة. طبعاً الاستبعاد ممكن يتم أحبائي الاستبعاد، لكن وفق الطرق الإحصائية، يجب أن يتم أعلى قيمة وأقل قيمة، ما هو أعلى من القيمة العليا وما هو أقل من القيمة الدنيا يستبعد، بس بعد ما أطلع القيمة العليا والقيمة الدنيا، مش أنا أحذف أستخدم اختبارات إحصائية بسيطة جداً وتطلع لي الأرقام الشاذة العليا أو الأرقام الشاذة السفلى. زي ما قلنا ممكن نتلاعب بالقياسات لتكون أقل. فيها ضرر كبير يا أحبتي، التزوير والغش فيه ضرر على الأمة وعلى المستخدمين بعدين، سواء حتى لو ما كان أشياء طبية، حتى المجتمع، حتى على كل شيء البحث العلمي، لأن البحث العلمي هو اللي تقوم عليه الأمم. إحنا نحتسب في البحث العلمي، أنت ليش؟ مش بس عشان سمعتك، حتى اللي ما يفوزون بالإبداع ولا يفوزون بالآيسف مو شرط نفوز، أهم شيء إحنا نسوي بحث حقيقي خدمنا فيه الأمة وخدمنا فيه أنفسنا وتعلمنا. مو لازم أزور وغش عشان أفوز، أهم شيء أني أنا تعلمت، وأي مرحلة أنتوا توصلت لها سواء في المعارض المحلية أو المركزية أو المعرض المركزي أو آيسف، سواء وصلتوا أو ما وصلتوا، كله يعتبر بحث علمي مفيد للأمة. كل الناس اللي أعطونا السيارات والمصابيح والتليفونات وأجهزة الطبخ وأجهزة الكذا والطب الحديث، وأيضا الدولة أعز الله الآن يعني سوت كثير مشاريع في المجتمع، الأنظمة الإلكترونية اللي تخدم في كل المؤسسات، كلها من اكتشافات البحث العلمي. فإحنا نخدم المجتمع بطريقة صحيحة، أي من التزوير والكلام هذا يعرض جميع المستخدمين في هذا الوطن وفي غيره إلى الضرر، سواء الفكري أو الصحي أو المجتمعي أو أي ضرر آخر. التصنيع أو التلفيق زي ما أنتم شايفين اللي هو نسميه الفابريكيشن، اختلاق، أو يعني إذا كانت عندي لسلسلة من البيانات أقوم أحط هذا الفصل قبل هذا الفصل، أو هذا في مثلا أنا عندي طلعت بيانات في المرحلة الأولى ومرحلة الثانية، لا والله لا، بيانات المرحلة الثالثة هي اللي تصلح الأولى، البيانات هي اللي تصلح، فأقوم أبدل وأغير. إذن الاختلاق الفابريكيشن إما اختلاق بيانات غير موجودة أصلا، وهذا كله داخل في الغش، أو إني أعيد ترتيب البيانات بطريقة يعني، أو يكون إنها غير موثقة، يعني أجيب بيانات غير موثقة استخدمتها مرة واحدة ما عدتها مرة ولا مرتين، فهذا يعتبر كله فابريكيشن. إيش الفرق بين التزوير والتلفيق؟ التزوير تغيير القياسات التجريبية أو إعدادات التجربة نفسها، زي ما قلت لكم لازم درجة حرارة معينة، لازم تسخين الجهاز، أو ممكن أحيانا يعني مثال مرة أنا شفت بعيني إنه في المعمل في أوراق ترشيح، تعرفونها صح؟ أوراق الترشيح إن يفصل الراسب أو المواد الصلبة عن السائلة في المعمل، المفروض أخليها تترشح لمدة ربع ساعة. أنا شفت مرة أحد داخل المعمل يمسك الورقة ويعصرها باليد، طب العصر اليدوي غير لما أخليها من نفسها تترشح، وغير لما أحطها في جهاز اسمه جهاز الطرد المركزي، بحيث أنه يفصل الراسب عن السوبر نيتنت أو المحلول العلوي. الفصل اسمه فصل واحد، يعني الفصل بالطريقة العادية أو بالعصر أو بجهاز الطرد المركزي، زي النشافات اللي تدور وتفصل السوائل من الملابس مثلاً. لما نعصر بيدنا الملابس غير لما أعصرها بالأوتوماتيك، غير لما أخليها تنشر، صح ولا لا؟ مدة الجفاف تختلف في كل واحدة مختلفة. إذن أنا المنهجية أو الطريقة لازم أقول أنا استخدمت هذه الطريقة. فتغيير الإعدادات يغير لي الوقت وغير لي النتيجة. فمش بس تغيير القياسات والنتائج، تغيير الإعدادات بحيث لا يتم بدقة مضبوطة، أو إذا استخدمت هذا الإعداد أقول ترى أنا والله يا جماعة استخدمت هذا الطريقة. التلاعب بالصور والرسوم، وطبعا في مجال كثير الآن لا قدر الله إلى التلاعب عن طريق كثير من البرامج اللي تغير
تغير، تفتح، تلون. مثلا إذا في خلايا أفحصها تحت الميكروسكوب، أبغى خلايا تكون أكبر، أغير شكل، أنا ممكن أغير لا قدر الله بالبرامج أو بأي شيء. هذا لا يجوز شرعا ولا نظاما ولا يعتبر من أخلاقيات البحث العلمي. وعلى فكرة كثير من المراجعين للأبحاث يستطيعون يعني اكتشاف هذه الأخطاء بخبرتهم الطويلة أو عن طريق كثير الآن طلعت برامج لاكتشاف الرسومات الخطأ والاكتشاف الكلام الخطأ. وطبعا في هناك محترفين علماء تخصصهم يعني أخلاقيات البحث العلمي ومعرفة الأخلاقيات ومعرفة ممارسة، أصبحت كتب ومجلات وأصبحت أيضا أدوات موجودة وسوفت وير وتطبيقات لكشف التزوير والتلاعب وتغيير الرسومات. التلفيق، هذا التزوير، التلفيق استخدام مرضى، يعني مثلا أنا أبغى مرضى السمنة أستخدم عليهم مثلا عقار معين، أجيب معاهم والله يعني مرضى السكري أو مرضى كذا، المفروض أنه عندي عمر معين أحط عمر ثاني وثالث، فكل هذا تلفيق. أو تستخدم بيانات غير موجودة اخترعتها من نفسي، أو أخذ بيانات من مراكز غير موثقة. طيب أحيانا تنشر نتائج افتراضية ليست مبنية على تجارب ولم تظهر من تجارب. وطبعا في كثير للأسف، يعني أنا جاني أو أحيانا يجينا كلنا إيميلات يقول ترى هذا البحث سويناه وكتبناه فقط اشتروه، طبعا ما ندري عن بياناته ولا ندري عن كذا، ممنوع شراء البحوث، ممنوع تأجيرها، ممنوع أنه أنا أخلي أحد يكتب لي. كل هذه الأشياء كلها تعتبر غش، تزوير، تلفيق، ولا يجوز لا شرعا ولا قانونا، وتكتشف يوم من الأيام. وبتعرفون في شيء في المجلات ولو بعد حين يسمى ريتراكشن أو سحب الموضوع بعد النشر، وهذا يعني أبسط ما فيه اللي هو لا قدر الله التشهير والسمعة في مجلات. حتى بعد ما تنشر وتوثق وتصادق تكتشف يوم من الأيام أنه هناك بحث مغشوش ترجعه. وممكن كلكم أحبتي لو كتبتوا كلمة ريتراكشن بتلاقون موقع للمجلات اللي سحبت الأبحاث بعد النشر نتيجة لسوء أخلاقيات البحث العلمي. السرقة وهي من أكثر يعني إساءة الأخلاقيات البحث العلمي المنتشرة والشائعة، وتسمى بلاجياريزم أو الانتحال الأفكار، مش انتحال الشخصيات ولكن انتحال الأفكار، وهذه شائعة جدا. السرقة طبعا هي أخذ ما ليس لي من الفكر في البحث العلمي، أخذ لي ما ليس لي من الفكر بأي طريقة قصدا أو غير قصدا، لا يعذر الباحث مهما كان صغير أو كبير. فالسرقة هي انتحال أو استخدام أو أخذ كلي وجزئي، إما لكلام أو لفكر أو لصور أو لجداول أو لأرقام، لصوت، لأي مقطع، لصور، ونسبته إلى نفسي دون تعريف أو ذكر المصدر. أحبتي إذا كتبت أي شيء، خلوكم معي، إذا كتبنا أي شيء في مشروعنا ولم يعني أدلل على الريفرنس ولم أكتب جنبها الريفرنس، على طول القارئ يفهم أن هذا شغلك. أي باراجراف، أي مقطع، أي صورة، هو كذا العرف يقول، أي صورة المنهجية العلمية، إذا كتبت أي شيء في البحث أو المقترح البحثي، أي صورة، أي جدول، وما حطيت عليه أي مرجع، على طول القارئ يعرف أنه لي. واضح؟ فكيف أنا كقارئ أعرف أن هذا لك ولا مش لك؟ اللي لي ما عليه أي مرجع، واللي مو لي اللي أخذته من الغير أحط عليه مرجع. هذه قاعدة معروفة، فاحذروا أحبتي أنه ما يكون البحث مش لي وأنا ما أحطيت عليه المرجع. طيب، والمرجع يوضع داخل النص وفي قائمة المراجع. أبا أقول لكم شيء مهم هنا، يمكن أدخل في تفصيل صغير بس، إنه النصوص مسموح لآخذ من الغير بشرط، مسموح لآخذ من أي نص بشروط. إيش الشروط؟ أخذ من غيري بالشروط، النصوص، الكتابة،
الشروط ثلاثة اكتبوها مع بعض لو سمحتوا، أكيد أنكم عارفينها، أني أحط المرجع جنب الكلام رقم واحد، اثنين أني أغير، ما أخذ نسخ ولصق، يعني أغير من يسمونه paraphrasing إعادة صياغة أو rewriting إعادة الكتابة أو summarize brief، يعني بحيث أني أنا أشغل مخي تكون كلماتي كلها مكتوبة لكن الفكرة فكرة غيري. إذا أعيد مرة ثانية، تكون أحط المرجع، أعيد الصياغة، وما تكون كتلة كبيرة من الكلام. هذه الثلاث شروط إذا توفرت ما يصير بلاجيرزم، حتى لو كان فكر غيري لكن ما يكون في الفكرة الأصلية، يكون في دعم بحثي، يكون في دعم بحثي. طيب، أما السرقة ما يجوز آخر فكرة غيري وغيرها من كلامي أنا وأقول هذه حقتي، لا، أنا ما أتكلم عن الفكرة، أتكلم عن النصوص الأخرى. بالنسبة للجداول والصور، أنا أقول هذه الشروط بالنسبة للكتابة. بالنسبة للجداول والصور، لا يجوز أن آخذها ولو حطيت المرجع، لا يجوز أن آخذها من غيري إلا بإذن كتابي من الناشر. إذن، وطبعاً كل منشور في المجلات موجود فيه تيك بيرميشن، في أيقونة كذا بيرميشن ترسلوا له وتقول أنا أبغى هذه الصورة، عطني إذن مكتوب. إذا أخذت الإذن أحطها على الصورة أو الجدول وأقول إن هذا الجدول، ولو أعد صياغته، لو ما أعد صياغته أقول permitted by فلان، يعني تم أخذ النشر من الناشر كذا، وعندي يكون عندي أنا موجود إذن النشر. لو كان أعدلت عليه modified أو reproduced، أعدت نشره مرة ثانية، أقول reproduced، أعيد النشر مرة ثانية مع أخذ إذن من الناشر الفلاني. طيب، وهي أكثر طبعاً، ولذلك انتبهوا حبايبي لهذه البلاجيرزم، من أكثر إساءة يعني أخلاقيات البحث العلمي من الطلبة. ولو أحد عطاني إياه مجاني، ولو أمي ولا أبوي ولا أخوي قال تفضل هذا المقترح أنا كتبت لك أو بساعدك في كتابته، لا، يراجع لي معليش، يحل مشكلة فيه معليش، بس يأخذ مني، لو تنزله من الإنترنت مجاني فري وقال لك ما عندك مشكلة، برضو يعتبر سرقة علمية. طيب، نجي للأخلاقيات اللي هي أسوأ الأخلاقيات، التخريب، سابوتج. التخريب طبعاً أنه أنا وصديقي أنا ما أبغاه يفوز، ودي أنا أفوز، فأقوم أخرب شغله، تعطيل أو تدمير عمل أشخاص ثانيين، أغير البيانات، أحذف البيانات، أعطل الجهاز حقه، أغير التجربة، أطفي الكهرب. أيضاً إذا كنت أنا ضمن فريق ومطلوب مني أحياناً، يعني البحث العلمي دائماً يشتغلون فرق، وفي كثير طلاب يزعلون يقولون لا إحنا ما نبغى نشتغل فرق، الفرق أفضل شيء لأنها تعطي نظرات متكاملة. طيب، أحياناً المفروض أنا علي دور وزميلي دور وزميلتي دور، نشتغل مع بعض، إحجامي عن أداء دوري يسبب فشل الآخرين، هذا اسمه تخريب. حتى لو أنا ما خربت شغلهم لكن أنا ما أديت الدور حقي، يعتبر تخريب لهم. طيب، أحياناً أنا ما أقصد أخرب ولا أقصد ما أشتغل، بس مهمل، أجي متأخر، ما يكفيني الوقت، أشتغل أي كلام، الأهمال أيضاً يعتبر نوع من التخريب. سوء التوثيق أيضاً من سوء أخلاقيات البحث العلمي، يعني زي ما قلنا تو، أنا أجيب مقطع من الغير، والمقطع هذا تبع أحمد عام 2023، الناشر أو المؤلف اسمه أحمد، نشره عام 1000. جيت أنا يعني المفروض لما أكتب يكون عندي على طول توثيق، حتى لو ما كتبتها الآن، أفضل شيء لما أخذ المقطع أحط المرجع بنفس اللحظة عشان ما أنسى. طيب، أحط المرجع داخل النص وفي قائمة المراجع. أحياناً ما أقرأ زين، بدل أحمد أكتب محمد، وبدل 2023 كتبت 2003 2020، بل ما يضر، لا يضر، يضر مرة. ليه؟ لأنه الأبحاث كثيرة، أنت نسبت هذا الكلام، بدل ما تكتب أحمد كتبت محمود محمود عام 2003، مختلف تماماً عن أحمد 23. فسوء التوثيق أو اللي يسميه بالإنجليزي poor referencing style، يعني بس اللغة الإنجليزية أفقر من العربية، يعني سوء التوثيق المراجع سواء داخل النص أو خارج النص، ولكتابة المراجع طرق معينة وتأخذ محاضرة منفصلة
لازم أنا أتبعها في عملية سوء توثيق المراجع، منها زي ما قلت لكم، منها أني أنا أصف مراجع كثير، أوهم القارئ أني أستخدم 20 مرجع وأنا في الحقيقة استخدمت 10. وجود مراجع لم أستخدمها تعتبر سوء توثيق وتعتبر بلاجيرزم. أيضا إذا استخدمت مراجع وما كتبتها ضمن المراجع أو ضمن السيتيشن تعتبر انتحال، تعتبر انتحال. فكثير كثير هناك حقيقة الآن لا يعتد بكثرة المراجع. أهم شيء أني أغطي 5 سنوات السابقة، وأنا دائما يعني أحض طلابي ونفسي بأني أخذ 5 سنوات السابقة دائما. ليش؟ لأنه اللي قبلها اشتغل فيها غيري. أنا أغطي عيوب الأبحاث أو المنتجات اللي أو اللي قصرت عنها أو اللي فيها محدودية في النتائج السابقة. فالمفروض معظم المراجع حقتي تتراوح بين 19 إلى 23، 19، 20، 21، سنة 22، 23. ولذلك أحبتي وأنتوا تبحثون عن مراجع حطوا معها السنة. طيب أحياناً أحتاج إلى مرجع قديم جداً جداً، ما في مانع، لأنه يكون صاحب مقالة أو قصدي صاحب فكرة أو صاحب نظرية لا يمكن أتخلى عنه إن شاء الله من عام 60، بس ما تكون الطابع الكامل للأبحاث حقتي قديمة. لو رجعنا يا أحبتي إلى قبل ما 5 سنوات وخليت زي ما يقولون فجوة في الأبحاث، بيكون بحثي قديم وذو فجوة مدتها 5 سنوات أو حتى عام واحد، بكون أنا ما غطيت ما سويت أبدأ من حيث انتهى الآخرون. أخلاقيات جمع البيانات، أنا ممكن أجمع بيانات عن نباتات، عن مصادر، عن البيئة، عن إنسان، أسوي سيرفي عن ناس. يجب أن طبعاً ألتزم أخلاقيات data collection، يسمونها data collection، هذه علم الحالة. data collection سواء في جمعها أو في تحليلها، data collection، وفي data science اللي هو علم البيانات، طريقة تحليلها هذه للأبحاث اللي قائمة على البيانات. فطبعاً لابد جمع البيانات اللي خاصة مختصة في جمع البيانات المتعلقة بالخصوصية، بالمعرفات، معرفات الشخصية، معرفات البيوت، معرفات ملفات المرضى أو ملفات الوزارات الثانية. لا يعني أنهم أعطوني بياناتي أنا، يعني أنا لازم أهتم فيها وأحافظ عليها كأنها معلومات شخصية تهمني. أخلاقيات جمع البيانات تتمثل تسجيلها، تنظيمها، معالجتها، جدولتها، وعدم نشرها ومشاركتها في أي حال من الأحوال. وحتى لو ما قالي لا تنشرها، أنا واجب علي أني أنشرها ولا أعرضها للقرصنة ولا أحطها في أماكن سواء كلاود أو ديسكات، أو حتى لو تكون معلومات ورقية ما أحطها في مكان ممكن مشاركتها مع الآخرين. أيضا الأبليكيشن حقت الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الصناعي والعلوم والتعلم الآلي، كلها هذه لابد أحصل على إذن اللي هو الديسيشن ميكر، اللي هو يعني أنظمة اتخاذ القرار، كلها مبنية على إدخال البيانات. لازم أكون حريصة وحريص وممنهجة طريقة جمعي للبيانات فيها. أخلاقيات جمع البيانات، أراعي الفكرية الملكية، هذه مش الفكرية، أراعي إن البيانات سواء حتى لو أقول ذكر ولا أنثى ما أفصح. لما أجمع البيانات أقول مثلا أنا بجمع الناس اللي أعمارهم 16 إلى 20، بشوف وطنهم ووزنهم وطولهم وعرضهم وجنسياتهم، ما أفصح عن الاي دي وأنا على الاسم ولا على الصورة. وإذا اضطريت لاستخدام صور لازم طبعا زي ما أنتم شايفين تتغطى بطريقة معينة بحيث أنه ما تبين الهوية، وبإذن الصورة تستخدم بإذن من صاحب الصورة والناشر إذا كان منشورة. طبعاً الملكية، ما أحد يملك بياناتي إلا أنا، فإذا أنا أعطيت بياناتي لشخص أو لباحث لا يعني أنه ملكها، يستخدمها ولكن لا يملكها ويحافظ على سريتها، ولا يجوز
استخدام بيانات أي شخص آخر دون موافقته. ولذلك أعزتي وأحبائي، يوجد لجان في كل مؤسسة علمية اسمها IRB، اللي هي Institutional Review Board، لجنة أخلاقيات البحث العلمي. حتى في جمع البيانات لا يجوز أن أبدأ أجمع البيانات مرضى، أجمع بيانات رأي من الناس، حتى لو أروح لطلاب مدارس أو طلاب جامعة وأوزع عليهم الصبيان، ما يجوز أوزع على طول. لازم أروح لأقرب لجنة أخلاقيات بحث علمي ووريها مقترحي وأقول أنا بجمع البيانات، وترى الخطورة المتعلقة تراها كذا كذا كذا. وأقل خطورة هي طبعا السرية، اللي لازم أحافظ على البيانات. فحتى جمع البيانات حتى لابد أن تعرض على لجنة، ولا أبدأ عمل جمع البيانات ولا على أي مخلوقات حية، ولا جمع أي بنات سواء مخلوقات حية ولا غيرها، إلا بعد موافقة لجنة الأخلاقية. أنا ما أصعب عليكم الموضوع، اسألوا أي سؤال للجنة العلمية أو لإبداع وبنجاوب لكم. وموهبة جندت كل الجنود وكل اللجان لخدمتكم، لظهور يعني البحث بأخلاقيات البحث العلمي المعروفة. وإن شاء الله بتشوفونها بآخر المحاضرة، كيف أن النماذج بتسهل لكم كل شيء، مش لازم تحفظون، مش لازم تضايقون أنا كيف أحفظ هذه الأفكار. النماذج كلها موجود فيها كيف القواعد هذه وكيف الأشياء الشفافية. طبعا لا يجب أن يعني أصحاب البيانات يعطون البيانات بشفافية، إلا ما هم غير راضين أنهم طبعا يعطونه، هذا حق لهم. وأيضا أنا بالنسبة لي لا يجوز أن أعطي أهداف، يعني عشان أقنع واحد أخذ بياناته أعطيه أهداف غير حقيقية، يعني أشجعه. أو أحياناً تتشجع، أشجع الناس اللي يعطوني بياناتي بابتزاز بفلوس أو شيء، هذا لا يجوز على الإطلاق. لازم أكون شفافة واضحة، بياناتي واضحة. كان من زمان يعتبرون الدول الأفريقية، من زمان يعني من 60-70-100 سنة، يعتبرون الدول الأفريقية والسكان من حقهم إجراء التجارب عليهم، لكن هذا كله منع الآن. ولا يجوز أخذ البيانات ولا العمل على أجساد الآخرين سواء إنسان أو حيوان، ولا على أفكارهم ولا على أرائهم إلا بموافقة لجنة الأخلاقيات. ولا يجوز ابتزاز الغير أو إعطائهم هدايا أو فلوس بحجة أخذ البيانات. الخصوصية حتى إذا وافق الشخص على جمع البيانات، إنك تجمع بياناته، لابد لا يوافق على، حتى لو قال لك انشرها ما تنشرها. فإحنا ما ننشر بيانات ولا الـID ولا عمر ورد في أي بحث اسم شخص، نقول هذه مجموعة بيانات مأخوذة من عدة، لكن ممكن نحدد المدينة، ممكن نحدد البلد بعد إذن اللي استفدنا منه. النوايا طبعاً قبل ما نفكر في جمع البيانات نسأل أنفسنا، هل أنا محتاجة هذه البيانات أو لا؟ ما أجمع بيانات إلا فعلاً تكون تخدم البحث، وما تكون لنوايا أخرى لا قدر الله تستخدم. ولكل بحث ما يجوز أستخدم هذه البيانات، البحث هذا والبحث آخر، إلا إذا ذكرت هذا في الأهداف. طبعاً أهم المعلومات اللي تخص جمع البيانات طبعاً الحيوية، يعني المعلومات الحيوية كثير من المعلومات الحيوية اللي هي الببليومتريك أو الببليو أو البايو انفورميشن، هي معلومات حيوية تفتح فيها الجوالات، تفتح أي شيء، الطول والقصر، المقاسات الحيوية كلها تعتبر أشياء شخصية جدا. الاسم، أرقام الحسابات سواء للأجهزة أو للبنوك تعتبر شخصية. العناوين، عناوين البيوت، ضمان اجتماعي، حساباتي، تاريخ الميلاد، المعلومات الطبية أو الصحية، السجل المرضي من أهم، في ناس يدخلون على السجلات الطبية أيضا تعتبر من البيانات السرية. رقم الجوال، البريد الإلكتروني، الهاتف، الفاكس، أي شيء يخص أي شخص الحالة يعتبر سري. السيارة، ماركتها، رخصة القيادة، الشبكة، المواقع وغير ذلك يعتبر من الأشياء الشخصية التي يجب ألا تنتهك وألا تشارك مع الآخرين. الإجراءات المطلوبة للجنة العلمية علشان أنتوا نشتغل عملي صحيح وبطرق أخلاقية، في عدة ضوابط. طيب،
عزتي أدعوكم يعني، وأكيد موهبة يعني أعلنت سابقاً أنه لابد كلنا نطلع على الضوابط والتعليمات الخاصة بمشاركات أو أولمبياد إبداع لعام 24، لأنه إبداع إن شاء الله بتكون في 24، إحنا في 23. لابد التحقق من أصالة فكرة المشروع، وهذه طبعاً اللجنة العلمية وغيرها بيتحققون من أصالة فكرة المشروع، لكن أنت كمتسابق أو أنت كمتسابقة لا تعرضي لنفسك للوقوع في عدم الأصالة. من الأصل أشتغل بطريقة صحيحة. طيب، واسألوا اللجنة أي شيء تبغونه، اسألوا إبداع أو اللجنة، باللجنة بتجاوبكم على كيف أتحقق من الأصالة وكيف أتجنب سوء أخلاقيات البحث العلمي. أن يكون البحث مستقلاً يعني من جهد الباحث، من جهد الطالب، من فكره، حتى وإن كان البحث جزء من دراسة. يعني مثال، أحياناً تكون الأبحاث بتلاقون سؤال، هل البحث مستقل أو ضمن بحث من مجموعة كبيرة جارية؟ أنتم تشتغلون مع مشرفين داخل مراكز بحثية أو مستشفيات أو أبحاث مراكز في أرامكو أو سابك أو أي من المراكز البحثية. أحياناً المشرفين أو الفرق البحثية تقول أنا ما راح أطلع لك يا طالب إبداع أو طالبة إبداع بحث لحالك، بشغلك معاي في مشروعي. هذا جائز، على أن بشرط أن الجزء اللي تشتغله من ضمن المشروع الكبير يكون شغلك أنت أو أنت اللي اشتغلت فيه، يكون فيه جزء من فكرك، جزء من عمل يدك، جزء من تفكيرك، جزء من تحليلك، يكون جزء. وحتى لو كان فكرة المشروع مش من عندك، التحليل والكتابة تعتبر من أصل المشروع. طيب، يجب، وهذه ننتبه لها كلها أحبتي، تسجلون هذه الملاحظة عندكم، جميع تواريخ النماذج والمقترح يجب أن تبدأ بعد شهر مايو 23. ليه؟ لأن المسابقة في هذا قبلها ما يعتبر صحيح. فجميع، حتى لو كنتوا حضرتوا بدأتوا، يعني كثير منكم ابتدأ في برامج البحثية الإثرائية سواء الأكاديمية أو البحثية لموهبة، وبدأوا من يمكن قبل من زمان قبل هذا التاريخ. لا، كلها تكون لما نجي نعبي البيانات نقول إن بدينا، لأن مرحلة التلمذة تبدأ بعد مايو خلاص. وأيضا كانت البرامج بدأت في جون، يعني من مايو رايح، قبل ما نحط اللي يحط جانيوري أو فبروري غلط. طيب، موهبة لن تتغاضى زي ما قلت لكم عن الاحتياء العلمي وسوء السلوك سواء بقصد أو بغير قصد، لأنكم الآن عرفتوا. واللي ما حضر أو ما قرأ لازم طبعا يتحين الفرص لقراءة هذه الأشياء، فبقصد أو بغير قصد لن تتغاضى موهبة عن أي سلوك في أي مستوى من المنافسة. حتى لو لا قدر الله وصل الواحد آيسف واكتشفت موهبة، ترى لا يعني أنه تقدم، وصل مراحل متقدمة، أنه يعني أنه يتم التغاضي عنه. طبعا على عاتق الطالب قبل المشرف وقبل أي أحد أنه يكون الطالب مسؤول عن يحتاج موافقة أخلاقية أو لا. طبعا من خلال المشاريع، من خلال النماذج، بتعرفون أنتم تحتاجون موافقة أخلاقية على مشاريعكم أو لا. يعني بجيب لكم مثال وليس للحصر، ولكن فقط مثال. إذا اشتغلت على الإنسان، عليه هو أو على دمه أو على أعضائه أو على رأيه، حتى بيقول لي الرأي، أجمع بيانات من الإنسان أو على بياناته، حتى لو على كلام الإنسان، بسوي مقابلات مع ناس وأجوبة الناس هي مشروعي، هي بحثي، حتى لو على رأي الإنسان لابد أن أخذ موافقة أخلاقية. اشتغلت على الحيوانات كلها، لازم أخذ موافقة أخلاقية. اشتغلت على البيئات اللي فيها مزارع الأسماك، على البحر حطيت فيه مواد وبعدين أخذت الأسماك، لازم أخذ موافقة أخلاقية. إذا كان بحثي بيطلع أشياء تضر بالبيئة، لازم أخذ موافقة بحثية، موافقة أخلاقية. إذا كنت أشتغل على كائنات معدية أو مسببة للأمراض، لازم أخذ موافقة أخلاقيات البحث العلمي. إذا كان بحثي لا يشتغل على جوامد ولا يطلع أي مواد ضارة بالإنسان ولا بالباحث ولا في بيئته، ما يحتاج آخر. وحتى لو الضرر يقتصر على الباحث نفسه،
يحتاج أني آخذ الموافقة الأخلاقية. فطبعا هذه النماذج بإذن الله بتوضح لكم، تسألك كم من سؤال وبتعرف أو بتعرفين هل البحث يحتاج موافقة أخلاقية أو لا. طيب، عشان يعني إن شاء الله نختم، طبعا فيه جميع المشاريع التي تجرى على الحيوانات الفقارية تعرفونها، الأسماك، الزواحف، الطيور، الإنسان له نموذج. أحبتي الإنسان له نموذج اللي يشتغل على الإنسان، على الإنسان بذاته أو أعضاءه أو دمه أو رأيه، له نموذج مكتوب عليه هيومان. طيب، الفقاريات أسميها vertebrate مش invertebrate، مش الفقاريات، وتشمل 5 طوائف اللي هي الطيور، الأسماك، الزواحف، البرمائيات والرئيسيات العليا. هذه كلها لابد أخذ موافقة scientific review committee، إما أخذ موافقة اللجنة أو موافقة الـ IRB الموجودة في المؤسسة. IRB اللي هي IRB هي اللجنة المعتمدة في المؤسسة أو اللجنة العلمية المعتمدة في موهبة لتحصلوا على موافقتها لإجراء البحث على البحوث المتطلبة للموافقة لإجراء البحوث. يجب أن تخضع، ولذلك أول ما أبدأ المقترح أخذ الموافقة المسبقة إما من لجنة الـ IRB، إما تسمى الـ IRB أو لجنة أخلاقيات البحث العلمي من المؤسسة أو المركز اللي أنا أعمل فيه، أو حسب النوع أخذها من اللجنة العلمية في موهبة. يخضع المشارك أيضاً، تخضع المشاريع التي تعد استمرار لعمل سابق أيضاً، يعني كانت يعني سنوياً تتحدث الموافقة الأخلاقية. فإذا كان المشروع اللي أنا أشتغلت فيه الجماعة اللي معاي ماخذين موافقة سابقة، أيضاً يحتاج موافقة، يعني الموافقة الأخلاقية لابد تكون في سنة المشروع. طيب أحبتي، والمفروض أنها ما تكون بعد بدء المشروع، تكون قبل. أي مشروع يجب أن يوثق، أي مشروع مستمر، يعني كيف مستمر؟ يعني بدأ قبلي ويمكن يستمر بعدي. أنا جزء من هذا المشروع، طيب أنا جزء أو أنا أمثل مشروعي، أنا كطالب يمثل مرحلة من مراحل هذا المشروع، زي المشروعات الكبيرة أنا مرحلة منه، يسمى بحث مستمر أو مشروع مستمر. هذا نختار نموذج رقم 7. طيب، إذا تم إجراء العمل في جامعة أو مؤسسة أو مراكز بحثية أو مستشفى أو بيئة صناعية غير البيت أو المزرعة أو مثلاً البر أو البحر، طيب يجب إكمال نموذج اسمه 1C. 1C أحياناً في بحوث تجرى في مزارع أو شيء أيضاً يجب مراجعة فيها اللجنة العلمية. يجب تعيين مشرف أكاديمي مختص إذا كانت التجارب على الحيوانات الفقارية، يعني أحياناً تجارب ما تحتاج مشرف عادي، مشرف المدرسة يكفي، لكن إذا كانت التجارب تحتاج لمعامل ويعني مواد كيميائية، وطبع تقريبا المعظم بالطريقة هذه، لابد من مشرف علمي نسميه في هذه الحالة منتور، لأن برنامج نسميه برنامج التلمذة منتورشيب، فلابد من وجود مشرف علمي في المراكز، ولا يجوز لي أن أدخل هذه المراكز إلا بإذن وتحت إشراف مشرف. أبدا لا يجوز أن أعمل في المعامل أو المستشفيات المراكز البحثية بدون مشرف. التوثيق المطلوب للجنة العلمية موجودة، جميع النماذج كلها النماذج العامة إلزامية بدون استثناء. شوفوها معي أحبتي، نموذج رقم 1 إذا تحبون تصورون الشاشة، في نماذج عامة ونماذج خاصة. النماذج العامة كل الطلاب والطالبات يستخدمون نموذج 1 لازم تعبونه، نموذج 1A، نموذج 1B، وكتابة خطة المشروع وكتابة ملخص المشروع، هذه كل الطلاب معها. أما النماذج المتخصصة بالمشاريع الكائنات الحية أو غيرها فتتطلب نموذج 2 إذا تطلب مشرف، تقريبا كلكم أو معظمكم، التي تتطلب مواد كيميائية عشان السلامة، نموذج 3، نموذج 7 للمشاريع المستمرة إذا كنت جزء من مشروع، نموذج 1C إذا أجري البحث في جهة بحث معتمدة
علشان يوافق على بحثك نموذج 4 للمشاريع اللي تتضمن بشر، سواء زي ما قلت لكم بشر البشر نفسه أو عيناتهم، حتى لو استخدم دم البشر بعيد عنا أو أرأيه. وأيضا لابد بالنسبة للبشر لا يكفي الموافقة الأخلاقية فقط، إنه كل واحد يشارك معي أكون أنا أعديت نموذج اسمه نموذج موافقة أو نموذج بعد التبصير، بعد أنا ما شرحت له مشروعي أقول له هذا مشروعي، وأنا أكون معد المشروع، يعني موهبة معدة مثل هذه الأشياء تحقق هدف المشروع. الخطر اللي بيقع على ويجب أن لا يكون خطر إلا فقط مثلا ألم وأخذ الإبرة لا قدر الله، يعني حفظ البيانات هذا الخطر بس المفروض اللي يكون فيه. نموذج 5A يشمل إذا كنت تشتغل على حيوانات فقارية زي الثدييات اللي قلت لهم، أنا يمكن ما قلت لكم الثدييات، الثدييات أو الرئيسيات العليا زي الحوض، الثدييات، الزواحف، الطيور، الأسماك، البرمائيات، هذه الحيوانات الفقارية. طيب نموذج المشاريع اللي تتطلب عوامل بيولوجية زي مثلا العوامل البيولوجية زي السموم البيولوجية، البكتيريا، كل هذه تعتبر حيوانات غير فقارية أو ميكروبات، تعتبر عوامل بيولوجية أستخدم فيها النموذج 6 A. 6 B التي تتطلب أنسجة أو خلايا نسيجية. بكذا نكون تقريبا عطينا نبذة شاملة عن الأخلاقيات البحث العلمي. وإذا في أي سؤال، أنا أشوف الأستاذة نوف كان في سؤال ورد إيش الـ IRB، أعتقد أني جاوبت لكم على IRB. IRB Institutional اللي هي اللجنة الأخلاقية المؤسسية واللي تعطي الموافقات الأخلاقية، أو اللجنة المراجعة العلمية في موهبة وهي اللي تعطي. هنا في سؤال، إذا كان عندي اختراع وابتكار ويقدم في موهبة، إيش الإجراءات اللي لازم عملها في البداية كحماية الملكية الفكرية؟ عفوا دكتورة، نحن لدينا برنامج اسمه خدمات تنمية البحث والابتكار، بإمكان الطالبة أن تشارك، وطبعا سوف يتم مساعدتها على تسجيل فكرتها إن شاء الله كبراءة اختراع، أو مساعدتها على زي ما نقول الصياغة أو الكتابة الصحيحة للفكرة. لكن هل هناك شيء آخر يتعلق بالملكية الفكرية في حال كان وجود عند الطلاب ابتكارات أو اختراعات يجب أن يأخذوها، يعني نماذج معينة؟ وجود الطالب، إذا الطالب عبى النماذج هذه وما شاركها مع غيره، فالنظام موهبة اللي موجود الآن يكفل حماية أي فكرة حتى لو تكون اختراع، لأن كل طالب له حساب مستقل. صحيح لي أستاذ نوف؟ صح؟ صحيح، كل طالب حساب مستقل. فأنا كوني أصلاً سجلت فكرة البحث حقتي بالتاريخ هذا، وجاء لا قدر الله أحد بعد كذا، من اللي سجل قبل؟ الطالب. الطالب اللي سجل أول هو كذا. فكون أصلاً نماذجكم يا أحبتي في نموذج احترافي وكل واحد له حسابه لا يطلع عليه أي شخص آخر، فكذا أنت حميت الفكرة على طول. بعد كذا زي ما قالت الأستاذة نوف، بعد ما تتحقق ويكون فعلاً اختراع، تساعد موهبة في يعني تقديم الاختراع لهيئة الملكية الفكرية واللي هي مستقلة، هيئة مستقلة، كل ممكن يساعدكم في هذا الجزء. نعم، وحابة أقول أيضا أن الهيئة السعودية الملكية الفكرية هي المعنية بحماية الاختراعات والابتكارات، فيمكن عن طريق أيضا موقعهم أنكم أيضا تسجلون أفكاركم. في سؤال من طالب يسأل: دكتورة، أنا بحثي مختص بالمخ والأعصاب، ولا أعرف كيف أقوم بإجراء التجارب بطريقة بحثية. نعم، هذا هو سؤال. المخ والأعصاب معنى أنه الطالب سيجري البحث على مخ وأعصاب كائن حي، صح ولا لا؟ طبعا ما راح تشرح إنسان، لكن ممكن تأخذ تصوير بالسيتي سكان أو سكان لمخ وأعصاب أي شخص. معناها أني أنا دخلت على بيانات مرضى، وهذا جائز في حالة أني أنا أخذت الموافقة المسبقة من المرضى أو من السجلات الطبية، أو أخذت الموافقة الأخلاقية. طيب، هذا بالنسبة للصور، أوكي؟ فجائز.
فهذا ما في مشكلة، بس تأخذ الموافق الأخلاقي. إذا كانت هناك جراحة لمخ وأعصاب على عينات أنسجة مأخوذة من المرضى، برضو يحتاج الموافقة الأخلاقية من المركز اللي هو يجري هذا الأبحاث وموافقة المرضى، أو إذا كانوا مش موافق يعني من السجلات الطبية يحتاج وتعبي النموذج اللي هو قلنا عليه تو اللي هو يحتوي على أنسجة. إذا كان لا، أنت بتعطي شخص على الإنسان، هذه تجربة مستقلة بذاتها، وأيضا لابد من استخدام التجارب على الإنسان، موافقات أخلاقية. يعني ما راح توقف موهبة، ما راح توقف عائق أمام أي بحث إذا كان ماخذ الأخلاقيات البحثية العلمية. إذا كان على حيوانات تجريبية نفس الشيء، أحتاج موافقة الأخلاقية، الموافقة الأخلاقية من لجنة رعاية الحيوان نفسها، موجودة في كل المؤسسات هذه الكذا، وممكن تفتح مخ أي سمكة أي كذا بعد الحصول على الموافقة. واضح؟ نعم. في الطالبة تالين المالكي تسأل: هل يمكنني أن أجري تجربة عن طريق دراسة أقيمت من مصدر موثوق؟ هذا سؤالها. كيف يعني؟ يعني أعيد التجربة مرة ثانية؟ يمكن يلت تالين ترسلين سؤالك أكثر وضوحاً. وسؤالها مرة أخرى: هل يمكنني أن أجري تجربة عن طريق دراسة أقيمت من مصدر موثوق؟ كأني فهمت أنها في دراسة مقامة وهي تبي تعيدها، ما في مشكلة تعيدين التجربة، لكن تضاف عليها أشياء ثانية، إما أغير البوبيليشن، لو كان دراسة أجريت في أمريكا أجريها في السعودية، بس مو لازم أغير فيها شوي عشان يكون فيها أصالة. لازم يعني ما أخذ التجربة غيري ودراسة غيري وأحطها باسمي أنا، لا ما يصلح، هذا انتحال واضح وصريح. لكن ممكن أقول أني أخذ تجربة فلان وأضيف عليها، أغير في هذا الجزء، هو حصل على كذا أنا أبغى أغير وأسوي كذا. ممكن، أتمنى أني جاوبت تالين أو أستاذة نوف. ترسل مرة ثانية سؤالها. أستاذة نوف ترسل لي ونجاوبها ورد عليك يا تالين. طيب، في سؤال آخر: هل باستطاعتي أخذ المعلومات من دراسة معينة وتصميم شكل لوضع المعلومات فيه وإدراج هذا الشكل لنفسي، أو أنني أحتاج لوضع المصدر؟ نعم، تأخذين بالضبط. الطالبة جاوبت على سؤال جميل. أنت لما تأخذين من مصدر آخر ما في مشكلة، آخر من مصدر آخر أحتاج 3 شروط. إذا كان كلام أعيد لكم الكلام، المعلومات تنقسم إلى قسمين: كتابية أو شكلية. شكلية اللي هي الصور والجرافات والجداول. إذا كانت كتابية أخذها ب3 شروط: أن لا تكون كبيرة، كميات كبيرة من المعلومات، أن أضع المرجع، أن أعيد صياغتها بنفسي. هذا إذا كانت كلام. إذا كانت جداول أو رسومات أو أشكال، ممكن أخذها كما هي وأضع المصدر. في كل الحالات أضع المصدر، ولكن في الصور والجداول لابد أخذ إذن. الكلام ما أحتاج أخذ إذن، الصور والجداول لازم أخذ إذن من الناشر. طيب؟ طيب دكتورة، سأقوم بتوزيع استبيان على مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، هل أكتفي بموافقة مدير المدرسة أم أنه يجب أن أخذ موافقة أولياء أمور الأطفال؟ طبعاً شكراً على هذا السؤال، جداً جميل. في ناس نسميهم بالغين، هذه نأخذ موافقتهم هم. وفي القصر، القصر يشمل الصغار، يعني ذوي الإعاقات، غير المؤهلين، المساجين، كل هذه الحالة لازم يسمونهم الأمناء عليهم، إما الوالدين أو يسميهم باللغة الإنجليزية الغارديان. هذول لازم ناخذ موافقتهم أو موافقة أوليائهم. إذا كان عاقل أخذ موافقته، وهذه اللي قلت لكم عليها الموافقة بعد التبصير، الموافقة المستنيرة يسمونها في أخلاقيات البحث العلمي، أو موافقة الشخص. إذا كان صغير أو غير مؤهل أخذ موافقة والده أو الأمين أو الحارس عليه. طيب، لكن
أحتاج موافقة أخلاقيات البحث العلمي لجنة. إذا كان في مدرسة، المدارس عموماً ما فيها لجان أخلاقيات البحث العلمي، آخذ موافقة اللجنة العلمية من موهبة.